الحمد لله معز أوليائه المؤمنين وقامع أعدائه من الكافرين والمشركين والمنافقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المجاهدين والصابرين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الله، المصاب كبير والجرح بليغ، جرح إدلب العزة وغزة الإباء، تكالب من الأعداء وضعف وذل وخذلان من الحكومات والزعماء، لكن هذا لن يثنينا على ما نحن فيه، ولن يزعزع يقيننا برب الأرض والسماء القائل: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد. فثقوا بالله عباد الله ولا تقنطوا ولا تيأسوا، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ووالله ثم والله إني لأرى النصر على الأبواب. نصر الله آت عباد الله، ثقوا بالله، ثقوا بالله. وهذه المحنة التي نعيشها تخبي في رحمها منحة عظيمة، إي والله، هذا وعد الله لعباده المؤمنين. الأمة تتحضر وتتهيأ لأمر عظيم، وما هذا الثبات الذي نراه اليوم إلا طريق التمكين، وما هذا الثبات الذي نراه اليوم إلا هو طريق التمكين. قصف ودمار وأشلاء وتهجير وحصار، ولا تسمع إلا التكبير والتهليل والحمد والثناء والاعتصام بالعلي القدير. إيمان راسخ كالجبال لا تزعزعه الرياح مهما اشتدت، رجل يصلي ركعتين شكرا لله بأن أنعم الله عليه باستشهاد ولديه، وأم تزغرد لاستشهاد ولدها في سبيل الله، شاب تحفر له حفرة في الأرض ثم يدفن حيا ويقال له أكفر بالله ويأبى إلا أن يموت على لا إله إلا الله. هذا الثبات الذي نراه في سوريا وغزة والله هو النصر بعينه، هو النصر بعينه، وهو مقدمات التمكين عباد الله. نصر الله آت بإذن الله تبارك وتعالى. وأقول لمن أصيب في نفسه وأهله ودميت كفه وعينه: صبرا جميلا، صبرا جميلا، فكلانا مبتلى. يا دامي الكفين والعينين إن الليل زائل، وحبات سنبلة تموت ستملأ الوادي سنابل، ستملأ الوادي سنابل. كتب الإله لتغلبن جنوده وجنود عبد اللات في سجين، ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، وما النصر إلا من عند الله. إليك وإلا فلا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب.
والله لو تخاذل أهل الأرض كلهم عن نصرتنا، فإن الله تبارك وتعالى قد اختص رجالا، قد اختص رجالا يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، اختص آسادا لا ينامون على ضيم، رجال لا يلتفتون إلى أحد، لا تتعلق قلوبهم إلا بالواحد الأحد. فئة من أمة محمد لم ولن تنحني جباهها إلا لخالقها، ولسان حالهم يقول: أقبح بكلب أن يهين غضنفرة. نحن الرجال ونحن آساد الشرى. يا قوم قد صحت هنالك صفقة، بيع النفوس اليوم فالله اشترى. يا سورة الأنفال، يا سورة الأنفال، سوقك قائم، سوق الجهاد اليوم يقذف بالكرى. هذا الزمان زماننا قدر، وإذا الظلام أبى حرقناه. فئة من المسلمين في غزة وسوريا حينما وقف الظالم في وجههم وقال: معنا القوة العظمى ولا قوة لكم، قالوا: الله مولانا ولا مولى لكم. مهما فعلتم يا أفاعي فالسقوط معجل، فلتنسجوا أكفانكم ولتحملوا ما يحمل، فقبوركم في أرضنا وهنا الأماني تقتل، وهنا الأماني تقتل. فيا ابن الإسلام في غزة وسوريا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ما عاد يجدي الكلام لا لغة إلا لغة السلاح. يا حمام السلام مت يا حمام، لا يفل الحسام إلا الحسام. ليس يحيى مع الصقور الحمام، نحن بعنا المليك بيعة صدق، وبرئنا ممن يخون ويغدر. فجد بالدم الغالي على كل ذرة، فذوب دم الأحرار مسك وعنبر.